إخواني الأعزاء في قناة نور علي، حياكم الله من جديد. وحسب رغبة بعض الأخوة عشاق طيور الزينة والأخص الحمام، طلبوا من عندي تصوير الحمام الطبن مع الزاجل، وهاي هما إن شاء الله أنا ألبي رغبتكم. يعني بعض الشيء متوالفين يتقرب يمها لكن بعد ما مزاجين، وحضراتكم تعرفون الشغلة تحتاج وقت، وأنا راح أخليهم أعطيهم شهر شهرين بس بهالوضعية يتقاربون يتوددون ويعيشون مع بعض. وبالنسبة لبعض الأخوة أنا أعتذر منهم اللي يدخلون القناة ويشتمون ويسبون، راح أضطر أحذف تعليقاتكم وأرجو المعذرة، لأن القناة بيها ناس محترمين وأنا أستحي أشوف الشتم والغلط والتجاوزات والكلمات البذيئة، فأعتذر راح أمسح. أنا طبعا ما يغيظني ولا يزعلني الشتم ومسامح الكل، أي واحد يتجاوز فمسامحه. وأنصحك أخي اللي تتجاوز إذا ما يعجبك المقطع أو القناة ما تعجبك، أنصحك أن لا تدخل، تعب نفسك وتأذي نفسك وتحصل حرام بالتجاوزات. فهو طبعا يمكن أقل من 1% اللي يتجاوز، لأن بيها القناة أخوة أعزاء محترمين، بس القلة القليل اللي يتجاوزون. فأنصحك لا تدخل القناة أحسن ولا تتعب حالك. إن شاء الله تحتاج وقت، وأنا هالأسبوع هذا دف الوقت شوي صار دافي، وأنا جايبني لهم قفص وأخذي لهم خاص مكان أحسن من هذا المكان المؤقت. وصحيح كانوا هما ذكرين، الزاج اللي وديت لصديقي كانوا وقت الأكل يتعاركون، هسه الأنثى والذكر هدوء يأكلون بأريحية والحمد لله، وإن شاء الله يزوجون عن قريب ننتظر. سنبل كنت أول ما أدخل رأسي يحط على رأسي ولا كتفي، هسه قليل طار وحط عرف. وأخواني الأعزاء، بالنسبة للحمام الغابة نفس النوعية اللي العام كانت في الحديقة، بيضوا وفرخوا، حاليا يستعدون إلى بناء العش والتحضير إلى التفريخ. أحد الأخوة سألني كم مرة يبيضون بالسنة، هذا يعتمد على الجو، أحيانا يكون الجو دافئ يبيضون مرتين إلى 3 مرات، لكن الصيف هنا يكون قصير احتمال مرتين يبيضون. ودائما طيور الطبيعة إذا شعروا بالأمان والاستقرار في الحديقة ودائما يحصلون على الأكل المناسب لهم بالصيف والشتاء يبنون عشهم بالحديقة. هاي بالنسبة للحمام الغابة، مثل ما تلاحظون أبد ما نميز بين الذكر والأنثى، أوجه التشابه بينهم جدا قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الأعزاء في قناة نور علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وقديمة بعض الشيء، لأن بهذه الحلقة إن شاء الله راح أتكلم عن الحمامة، حمامة الغابة أو الطبن.